اوكي فهلا انا طبيعه شغلي في فيسبوك اسسنا تيم بدنا ندعم كل حدا بكتب جافا سكريبت بالشركه. عدد الفايلات الجافا سكريبت عم بيطلع بشكل خيالي في الشركه لانه مش بس بنعمل ويب سايت جافا سكريبت برضه بنعمل موبايل ابلكيشنز جافا سكريبت. في ناس هلا كمان بالشركه بلشوا يعملوا سيرفرز جافا سكريبت فالصفة انه لازم ندعمهم لكل هدول الانجينيرز عم بيكتبوا. هلا انت لما يكون عندك انجينيرز بالالاف وحتى لما يكون عندك بالمئات حتى العشرات بعد فتره معينه من زمان ببلش شوي من الكود داتا زي ما بنحكي عنه ليجاسي كود فبتصير لازم تظبط الكود هذا وتخليه وتجيبه على المستقبل اللي انت عايش فيه. وواحدة من الشغلات اللي استعملها كمان انه لازم تعطي تولز للديفلوبرز هناك عشان يقدروا يعملوا الشغلات اللي متعودين يعملوها دائما يعملوها بشكل اسرع. فكل هاي الشغلات اللي بنحاول نعملها للديفلوبرز هناك لازم نفهم الكومبايلرز. مبدأ انه تفهم الكومبايلرز مش معناه انه تروح تشتغل مع مايكروسوفت تشتغل على فيجوال ستوديو ولا تشتغل على سي شارب. معناها انه انت تفهم كيف لغات البرمجه مبنيه، تفهم كيف الكمبيوتر بشغل الكود اللي انت بتكتبه. بس تفهم هذا الحكي تصير تقدر تبني تولز، تقدر تبني تيستينج فريم ورك، تقدر تبني كود مودنج تولز، كل هالشغلات حكي فيها. فمبدئيا انا بتذكر واحده من الشغلات اللي واحده من البلوك بوست اللي حبيتها كثير من زمان واثرت علي بلوك بوست باي ستيف يجي اكيد كثير منكم بيعرفوه كثير مدون مشهور. فواحده من الشغلات كتبها انه اسم البلوك بوست ريتش بروجرامر فود. لهلا ما بعرف ليه اسم البلوك بوست بس اللي حكى عنه انه لازم كل انجينير يتعلم كومبايلرز وهذا واحده من اهم الشغلات اللي ناخذها بالجامعه. جامعه الرسميه ما كانش في حصه كومبايلرز وقت ما انا فما اخذتش الكومبايلرز بعرفش هلا في كومبايلرز لسه ما في فمشكله هاي فلازم اتعلم هلا حالي بعرفش مع الثانيه اذا في بس مقاوز مع سمية بس فاللي بحكيه بالبلوك بوست هاي انه بيمشي بتقريبا سبع سيناريوز كلها سيناريوز تحس حالك انه ممكن انت تواجهها يوميا بحكي لك كيف هاي السيناريوز انت لو تعرف كومبايلرز حتعرف تحل هاي المشاكل. اللي بدي اياكم اذا ما طلعتوش من اي شيء بهاي التوك طلعتوا بشيء واحد انه تتعلم كومبايلرز مش معناه انه لازم تروح تبني لغه برمجه، معناه انه انت بتفهم عن الكود اكثر، بتفهم كيف تستخدم الكود، بتفهم كيف تحرك الكود. اذا بتطلع على البرامج بشكل ابستراكت طلع على البرنامج، البرنامج عباره عن بلاك بوكس فيه انبوت وفيه اوتبوت. الانبوت معلومات بالعاده داتا والاوتبوت داتا ثانيه، فاغلب البروجرامز عباره عن بس محركات معلومات بغير المعلومات بطلعها من جهه ثانيه. فكر بالكومبايلر او باي تول زي الكومبايلر نفس المبدا بس بدل ما يدخل داتا بدخل كود. فالكومبايلر او اي تول تشتغل مع الكومبايلر عباره عن برنامج بدل ما يلعب بالمعلومات والداتا بيلعب بالكود بغير الكود. فبحب احكي عنها زي كانها سوبر باور. اذا انت جونيور بروجرامر وصلت انترميديت او ادفانس ليفل اذا في شيء واحد ممكن تتعلمه يخليك من 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 تروح من 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 10x ل 100x اللي هو الكومبايلر نولج. وهلا بورجيكم كيف ممكن اوريكم حسابات كيف ممكن تحسب تروح لمديرك تقول له عملت كل هذا الشغل بده 20 موظف بدهم 100 ساعه يعملوها انا عملته في 10 ساعات. فمبدئيا بدي اخذ ريل لايف سيتويشن بديش ابلش زي ستيفيجي واخذ سيناريو انا اخترعه من راسي. فبس بدي اعرف كم واحد فيكم بيعرف جافا سكريبت؟ اوكي ممتاز فتقريبا الكل بيعرف جافا سكريبت. ففي في في فيتشر جديده نزلت باللغه اللي هي الارو فانكشنز. بدل ما نكتب فانكشن بتعرف جافا سكريبت فانكشنال لانجوج فبنضل نكتب فانكشن كثير فنزلوا فيتشر جديده بتحط ارو وهذا معناه فانكشن. فلما ينزلوا فيتشر جديده بلغه زي هيك الاديتور تاعك اذا بتستخدم سبلايم او
ايماكس او فيم او whatever ما بعرف عن الفيتشر الجديده هاي. فانت نزلتها قبل مثلا سنتين ثلاثه وهو لسه ما عارف انه هاي الفيتشر نزلت. فتبلش انت تكتب بالفيتشر الجديده والاديتور تبعك ببلش يضغط ببلش يروح يمين شمال وبطل يعمل سنتكس هايلايت. وكان الشغل اللي بتصير انه انت تبلش تستخدم فانكشن اكسبرشنز وبقيه الكود بيس اللي انت صار لك سنوات عم تكتب فيه وكله عم بيستخدم الطريقه القديمه. فبصفي عندك انكونسستنسي بالكود بيس واحنا كبروجرامرز ما بنحبش الانكونسستنسي بالدائم. ثاني شغله لما يجي عندك موظف جديد ويشوف انه في ناس بيستخدموا الطريقه القديمه في ناس بتستخدم الطريقه الجديده ممكن يقرر يستخدم الطريقه القديمه. ف هيعمل تشيك ان لكود انت ما بدك اياه يكون موجود بالكود بيس تاعك. فيفضل انه يكون عندك لينت رول. لينتر اللي هو شيء بشيك على الكود تاعك بيطلع لك معلومات عن الكود تاعك. فيفضل انه بس ناخذ الفيتشر الجديد نبلش نستخدمها نعمل لينت رول عشان ديسالاو ونمنع اي استخدام بالطريقه هذه. وطبعا اذا انت ويب ديفلوبر بتعرف انه كثير من الشركات لازم تدعم اي 7 واي 6 وهي المشكله عويصه. فاي فيتشر جديده مش حتظبط هناك فمش حتقدر تستخدمها. فكل هذا الحكي على الفاضي. بس هلا من حاوريكم طريقه كيف ممكن تستخدموا الفيتشرز الجداد. فقبل ما نحل المواضيع هاي كلها كل هاي المواضيع حنحلها. بس قبل ما نحلها حاعطيكم انترو تو كومبايلرز خلال ان شاء الله 10 دقائق ربع ساعه بدي امشي بلغه انا اخترعتها بال 2011. اكشلي خليني احكي لكم قصتها كيف طلعت هاي. كنت بشتغل بمكتوب الله يرحمها وكنا بنحكي انا وصاحبي مع الداتابيس ادمنستريتور. فبنحكي له انه هو جعباله يعمل ويب ديفلوبمنت انه زهق شوي من داتابيس وهيك. فسالناه بتعرف في شيء بتعرف جافا سكريبت ولا لا؟ بعرفش غير اس كيو ال. فخطر ببالي نعمل له لغه اس كيو ال ويقدر يكتب فيها ايش برامج على الويب. فطلعت لنا هاي الفكره اللي هي دوم كيو ال بيسكلي اس كيو ال اون ذا ويب. فبحكي عنها لغه ساحره اللي بتخلي الداتابيز ادمنستريتورز ويب ديفلوبرز. وهي عباره عن اس كيو ال لايك لانجويج فور كويرينج اند مانيبيوليتنج ذا دوم. دوم اللي هو الاتش تي ام ال داتا ستراكشر بالبراوزر اللي هو بيعمل رندرنج للشغله. فهي كم اكزامبل كويري. اذا بتعرفوا jQuery الاكزامبل الاولى عباره عن دولار ساين هاش كونتينر. جيب لي الديف الاي دي تاع كونتينر. بس بدنا نعقد الامور هنا عشان الداتا بيس ادمنستريتور تاعنا يعرف يفهمها. بنقول سيلكت ديف فروم بودي وير اي دي ايكوالز كونتينر. كتبنا له اس كيو ال عشان يجيب ايش ممكن نعمله كلمة حرف. هي اكزامبل شوي معقد اكثر. بدنا نمسك كل الاتش 1 اللي بالصفحه من كل الديفات اللي بالصفحه ونحول الكلاس تاعها من ديسيبل لاكتف. تخيل ان عندك رؤوس اقلام وهدول رؤوس اقلام ديسيبل بدك تحولهم انت ليكونوا اكتف. فايش نحكي؟ ابديت. بعدين بنفتح هاي نستد كويري select h1 from نفتح nested query ثانية select div from body dot all معناها انه جيب لي كل شيء nested تحت البودي. بعدين set هاي برضه SQL set class equals active where class is disabled. اخر example بدنا نمسك كل ال anchor tags ال a tag من الصفحة اللي فيهم لينك لجوجل. مثلا تخاصمنا مع جوجل بدناش اي لينك بالصفحة مع جوجل. فاللايك هاي معناها اي شيء فيه جوجل دوت كوم شيل لي اياه من الصفحه. رونم بيسكلي بتحكي بس تشيل اللي بين 5 و10 لانه 5 و10 اذا انت بتعرف اس كيو ال اكيد تعاملت مع رونم قبل هيك. فاي اكزامبل كويريز. فهلا خلينا نطلع كيف ممكن تبني لغه وتبني محرك لهي اللغه ونقدر نستخدمها في الواقع. فأول مرحلة من بناء أي كومبايلر هي مرحلة اللكسر. اللكسر بيسكلي بياخذ النص التكست تاع الكود تاعك وبحوله لأري أوف شيء بنسميه توكنز. توكنز هو عبارة عن الكلمات اللي بتعرف عليها بالنص. فاللكسر ما بيعرف شيء عن السنتكس
مش فارق عنده ايش السنتك صح وايش السنتك غلط، بس بده يعرف ايش ايش الكلمات اللي بالنص تاعك، ايش ايش الاجزاء. خلينا نحكي بلاش كلمات لانه ممكن يكون فيها بونكشويش شغلات ثانيه. فبس نبلش نحكي له في عندنا array of tokens بنعمله فاضي، وفي عندنا في عندنا number alignment هذا عشان بنضل نمشي باللاينز، لو صار في error نحكي له اليوزر انه صار في error على اللاين هذا فسو وي تراك. وهي المين لوب، المين لوب شو بتعمل؟ خذ لي الكود big chunk of code وحاول هاي باللكسرز بيحكوها eat تاكل من الـ من الـ من الكود، حاول تاكل قد ما بتقدر وايت سبيس، اذا ما اكلت وايت سبيس كول ووردز، اذا ما اكلت ووردز كول ايدنتيفايرز، واذا ما اكلت ايدنتيفايرز ليترال، واخر شيء كاركترز. وهلا حمشي فيهم واحد واحد تقريبا كلهم، مش كلهم حمشي فيهم عشان الوقت. وايت سبيس احنا باللانجوج عندنا الوايت سبيس مش كثير سيجنيفيكنت، الشيء الوحيد الوايت سيجنيفيكنت بالوايت سبيس انه بنقدر انجز الكلام سيلكت سبيس وات ايفر. فكل ما تشوف وايت سبيس بنزته نعمل فيه شيء، فهون بنعمل ماتش على الوايت سبيس. وايت سبيس بيسكلي اي شيء وايت سبيس او نيو لاين، وبعدين بنحكي له اكلنا قد ايش، بنرجع له قد ايش اكلنا. فاذا تذكر اللوب هذيك بس برجع شيء بي كم عدد الكاركترز اللي اكلناهم بنضيفه على اي، بنرجع بنعمل لوب عشان نحكي له انه خلص مشينا. فاحنا عم نمشي بالاري بالسترينج زي هيك، فا او اشيل من الشمال يعني. هاي الوايت سبيس نعملش فيه شيء بس من كده. كيوردز هدول الكيوردز اللي عندي statements اللي مثل select delete update insert whatever، عندي operators from into it's SQL logic compare whatever. هاي ال function بسميه word match اللي هو بيعمل matching على الكيوردز. بس كليش نعمل نستخدم regex بسيط اللي هو بيعمل match للword. ناخذ الword نعملها upper case عشان خلص ما نضطر نفكر بالupper case واللower case، ونشوف إذا هاي الword by the way this is coffee script. أنا ما حكيت إنه هذا coffee script. عم بستخدم coffee script هون لأنه بال 2011 كنت مهووس coffee script، كان JavaScript صراحة كانت لغة يعني لسه مش متطورون يعني، فعم بستخدم coffee script. سوري ما حكيت إنه هي زي جافا سكريبت قريبة كتير وقريبة على روبي كمان. فا بنشوف إذا الكلمة هاي موجودة بالكيبورد، الكيبورد عرفناهم هون إذا سيلكت ولا مش عارف شو، نعمل كول لفانكشن اسمه توكن، نحكي هاي لقينا توكن. إذا هي فانكشن عشان إحنا عم نفرق بين الفانكشن والكيبورد، لقينا فانكشن نقول له هاي كيبورد هاي توكن اسمها فانكشن، هاي توكن فانكشن والفاليو تاعها اللي هي the actual function. بعدين بنقول له اكلنا هذا الشيء، اذا ما اكلنا شيء بنرجع له صفر. الليترال اللي هو بتعرفه سترينجز او نمبرز او وات ايفر، هاي في عندي شوي ريجكس صعب ينشرح، بس بيسكلي بدي الاقي كل شيء بين كوتيشنز. والنمبر اللي هو ماينس او بوزيتيف ديجيت. فبنعمل ماتش، بنعمل توكن، اذا لقينا سترينج بنعمل توكن سترينج، بنقول له الفاليو تاعه منشيل الكوتس وناخذ هذا الكفاليو. اوكي هيك خلصنا الاكسر ببساطه. هاي اول جزء من الكومبايلر، احنا مشينا بالتكست من الاول للاخر، طلعنا توكنز، طلعنا اجزاء جزءنا. هلا بنيجي على البارسر. البارسر بيفهم اللغه، البارسر هو اللي عنده الجرامر رولز. الطريقة ممكن تبني فيها بارسرز في أكثر من طريقة، ممكن أنت تقعد وتكتب البارسرز بإيدك. بس أغلب الناس شو بيعملوا؟ بيستخدموا شيء اسمه بارسر جنريتر. هذا البارسر جنريتر أنت بتعطيه جرامر بتشرح له شو قواعد اللغة اللي عندك، وهو بيطلع لك بارسر، هو بيكتب لك البارسر لحاله. فالفايل عندي كبير شوي، فحاولت إنه آخذ بس جزء واحد اللي هو سيلكت، كلنا بنعرف سيلكت. هاي ال في عندي بيسكلي اربع طرق ممكن واحد يكتب فيها سيلكت. ممكن نعمل سيلكت فيلدز، الفيلد ممكن div فاصلة a فاصلة whatever، او ممكن يكون بس div from table table expression معروف حل ثاني. لما الاقي هذا ايش بحكي له؟
تحكي له عمل لي اوبجكت جديد، هلا بوريكم وين بعرف الاوبجكت. عمل لي اوبجكت جديد وحط فيه الانفورميشن اللي بدي اياها، دولار ساين 2 اللي هو الفيلد، دولار ساين 4 اللي هو التيل. يعني بيسكلي نعمل ماتش على الشغلات. اتس بيسكلي باترن ماتشنج. ف هلا ممكن تحكي انت شو الفيلدز؟ طيب الفيلدز اذا بتطلع تحتيها الفيلدز بنحكي لهم ايش قواعد الفيلدز. الفيلدز ممكن يكون فيلد واحد او اكثر من فيلد. فاذا كان فيلد واحد نعمل نحطه باري، وكل ما نشوف فيلد ثاني بنضيفه على الاريه. واخر شيء هاي الفيلدز، اخر شيء الفيلد اللي هو سنجلر من دون الاس، هذا اسمه تيرمينال توكن، معناها انه اتس نوت كومبوزيت، هذا خلص بخلص، ما في شغلات ثانيه تعرفها. فهذا اذا طلعوا هاي الشغلات اللي شفناها من اول اللي هي الايدنتيفاير اوريدي عملنا طلعناها باللكسر. فهون بخلص البارسر، هون بفهم انه اوكي عملت بارس لكل الستيتمنت. هلا البارسر شو بيطلع لنا؟ البارسر بيطلع لنا تري، طلع لنا شيء اسمه abstract syntax tree. فاذا اذا في عندنا select في ممكن يكون child select اللي هو where، والchild جزء من select property بتاعت select ممكن يكون field. هاي النود التري نود بتاع select basically class فيه 3 properties اللي هو fields والsource. السورس اللي هو table. هلا في شغله هون الناس بيختلفوا عليها، في شغله هلا ممكن انت تحكي اوكي طلعنا الابستراكت سنتكس تري، هلا بوريكم اياها كيف لايف. الناس تحكي انه اذا انا بدي اشغل البرنامج بدي اعمل برنامج ثاني بمشي بالابستراكت سنتكس تري وبشغله برنامج. بس انا الطريقه اللي بحب اعملها انه كل نود، كل جزء من التري هو مسؤول عن تشغيل نفسه. فكل جزء من التري هو عنده شيء اسمه ايفال. اذا عملت اذا بنحكي عن ايفال على السلكت، خلينا نحكي عن سلكت ستيتمنت، وي كولد ايفال على سلكت ستيتمنت. اللي بصير انه احنا اللي بنعمله انه نعمل ايفال للسورس، اول شيء بنعمل ايفال للتيبل. فهو اتس ريكيرسيف، التيبل هو كمان نود بالتري، بنعمل عليها ايفال وبضلوا ينزل لحد ما يخلص، لحد ما يوصل شيء تيرمينال برجع بيطلع. هيك عملنا ايفال للسورس، صار عندنا سورس. بعدين بكل element بالسورس، السورس ممكن يكون div h1 whatever، كل element بالسورس نعمل css selector عليه. هلا هون انا غشيت شوي، في شيء اسمه sizzle، هو library بتشغل بتعمل CSS selectors. في كيميكون بعرفها، هي اللايبرري معمول لجيكوري. جيكوري بتشتغل عن طريق السيزل. فالطريقه اللي انا عملتها فيها انه بدل ما اروح وانا اكتب CSS selector او اكتب انا selector library، تفضل. بس وين كاري بال جلوبال جاري ولا؟ نو سوري. في I didn't put that on the slide. بس في rule اسمه select query، بقول فيها select where. فقبل basically it's above the actual select اللي برجعت على slide. بنحكي dollar sign dot where اللي هي where هاي. ف إذا برجع على slide هون عملنا new select. okay. هنا السلكت حطينا فيها وير. قصدك انه هاي تنحط تحت؟ لا بالروز تبع الفيلدز. فيلد كوم فيلدز. هي bottom up. ممكن تعملها
يعني اللي بدك تفكر فيه الفيلد ممكن يكون واحد او اكثر صح؟ مش بالضروره بتحكي الفيلدز على الشمال خلينا نحكي عندك الديف اتش نوصل اول وحده نحكي هاي فيلد هاي اول فيلد من ثاني وحده في ابيها فيلدز نعرفش قد ايش وهاي الفيلد تاعتنا ابيها فيلد بس هلا الفيلد اللي انت بتحكيه في اكثر من طريقه تبني البارسر في طريقه اسمها ليفت تو رايت انا عم بستخدم ليفت تو رايت في طريقه اسمها رايت تو ليفت فانت ممكن تعمل رايت تو ليفت ببطل بوتم اب بصفي انت عم تعمل توب داون بس برضه بصير اي واحد عنده سؤال عادي يحكوا لي بوقف وبجاوب على السؤال ف اوكي السؤال هناك كان انه ليش 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 مش بالعكس والسؤال هون كان انه ليش مش بالعكس الفيلد والفيلد والسؤال هون كان انه وين معرفة الوير اوكي ف هلا احنا بنشوف اذا في وير على السلكت بتاعتنا نعملها ايفال الوير عندها فانكشن زي هذا بنعمل عليه ايفال فيلدز ممكن يكون فانكشن كول فالفانكشن كلاس عليها شيء اسمه اكزاك فبنعمل عليها اكزاك لو كانت فانكشن نمر الجواب اتفضل معناته يمكن الكومبايلر تبعك بيعمل رن لكومبايلر ثاني لانه بالضبط طب هيك صح يعني هيك تعتبر انه كومبايلر لا مش انه مش لا يعني لا مش ابستراكت مش عادي ماشي عادي بيسكلي عالم الكومبايلرز كله كومبايلرز بعض يعني جي سي سي بالضبط مثلا في مبدا السلف هوستنج اللي عم بحكي عنه اللي هو بتكتب الكومبايلر تاعك نفس اللغه بعمل كل نفسه فهاي دائما بتصير هاي مش الوحيد طريقه الوحيد بغش فيها بوريكم كمان شغله فيها فالوير سهله الوير تاخذ الاكسبرشن وتوديه للسيزل سيزل هو السي اس اس سيلكتر انجن وهي الوير هلا ممكن تتسالوا طب الاكسبرشنز هدول وهي الشغلات اللي عم نديها على سيزل من وين عم تيجي بيسكلي عم نعملها كومبايل فهو اتس نوت ان انتربتر انتربتر هايبرد كومبايلر بس يكون عندنا اتريبيوت اوبريشن لما نحكي مثلا سيلكت ديف وير اتشرف لايك جوجل دوت كوم الاكزامبل شفناها لايك جوجل دوت كوم تعمل كومبايل وبتسوي حالها سي اس اس اكسبرشن فهيك عمل لكم كومبايل لكل الاكسبرشنز هذول تبعون الاس كيو ال وسويناهم سي اس اس اكسبرشنز فهلا انا مش ضروري اقعد اكتب السلكترز هذول بخلي السيزل تشتغل بالموضوع هذا فبيسكلي بدل ما يكون عندها ايفا ميثود عندها كومبايل ميثود اوكي هلا خليني اورجيكم ديمو للموضوع هذا اول شيء عشان اثبت انه البرنامج هذا بيشتغل خليني اوريكم برنامج انا كتبته using this I basically to do list نحكي give JOSA tech talk time now go to sleep tonight او خلنا نحكي بعد ما اضغط على ديليت خلينا نشوف السورس السورس عباره عن اللغه اللي هلا سمعناها بتحكي لك insert into list هون بتعمل create للايتمز هون السكريبت الثانيه اللي هي بتعمل الليست نفسها بديش افوت فيها كثير بس ما فيش هون ولا نقطه جافا سكريبت عباره بس عن اللغه اللي هلا سمعناها فهلا الداتابيز ادمنستريتور صاحبنا بيقدر يكون مبرمج على الويب في كمان واحد قررت انه اعدل عليه بنرسين احسن صار في شويه ستايل
كمان بعد في كاونت مثلا ممكن تضيف تو جديده هاي هذا بعملها اد فبصير عد بقول لك عندك تنتين تو دوز اذا بعمل ديليت برجع بظبطها فعشان اوريكم انه انتراكتف مش حق فاضي بقدر اعمل ديليت اول سورس كله دوم كيو اللغه تاعتنا ايش هو؟ كومبايلر هي اتس بيسكلي مينيفايد جافا سكريبت مش عارف ايه معناته مينيفايد جافا سكريبت اوكي هلا خلينا نمشي بالبرنامج جزء جزء نمشي باللكسر نشوف اللكسر شو بطلع نشوف البارسر شو بطلع ونشوف اخر شيء كيف كل برنامج بيشتغل إذا في حدا بدي يشوف الانسبكت elements أنا بدي يشوف مثلاً إنه هيك كيف معمولة أو هيك يعني اللغة أنت اخترعتها طب هي مفهومة للناس الثانية بتكون؟ good question لا لما تعمل inspect بتشوف إيش يعني بس ممكن نبني tools حوالينا ممكن نبني tools وتخلي الانسبكتر يورجيك donkey or language بس مبدئياً كل tools اللي على الويب معمولة للجافا سكريبت إيش يعني بس في أكثر من إكزامبل زي هيك مثلاً بفيسبوك مكتوب بشيء اسمه JSX مكتوب React وعشان المشكلة هاي إنه كل التولز هاي مبنية عشان HTML CSS و JavaScript عملنا تول ثانية اسمها React Inspector فأنت هاي تسألت question في عندك cost لما تبني لغة جديدة اللي هو بتقدر تبني كل التولز اللي حواليها هلا خلينا نمشي بالإكزامبلز وين إحنا شايفين؟ أرفع شوي عدد الإيماكس أوكي واضح؟ أوكي ف خلينا نحكي له انه بدنا نعمل لكس لفايل معين عندي اكزامبل هون اللي هو example.domql هذا الاكزامبل اللي تحت بدي امسك هذا الاكزامبل واشرحه عشان اورجيكم التوكنز تمام فنمر باللكس اوكي هاي الاكسر ابديت سيلكت ليفت بارن لا ايش ايدنتيفاير ديف ايدنتيفاير فهون مرقنا بأول ستيج اللي هي اللكسر بيسكلي جزئنا لشيء ممكن الكمبيوتر يفهمه بدل ما نعطيه تكست الزيرو اللاين نمبر فإذا هون عملت شوي فانسي بلشت حتى نيو لاينز فوز بلشت طلع لي نيو لاينز ما طلع نيو لاينز sorry, short cake. Cake. It's CoffeeScript task run. So I'm saying CoffeeScript. Keep make that. Yeah, next message. Okay. هلا خلينا نعمل له parse. نطلع AST. هاي الكويريز بيحكي لي في عندك كل الكويريز هذول الروت هي كويري واحدة عبارة عن select statement والسورس تاعها h1 div whatever وجزئ لي اياها كلها وراني this is the abstract syntax tree هذا هو الشيء اللي بشتغل عليه انت اوكي نود يعني اسم الستراكشر از نوت نود ولا اسمه AST abstract syntax tree بس كل جزء منه اسمه نود
التريك. اوكي. نكمل على السلايد. يكون عندك سينتاكس او داكس اكشن. لما يكون عندي الاكسر بيخلص بوصل للبارسر، البارسر بيقول لي سينتاكس ايرور. فخلينا نعمل سينتاكس ايرور نشوف. Parser on line 3, unexpected identifier. This is from the parser. لو مرقته بالاكسر ايش بيعمل بيسد؟ خربان. حيفكرها identified على الغلط. وين؟ بس عفوا الايرور مسجز مش من الكومبايلر تبعك صح؟ من الجنريتد، من الجنريتد كومبايلر. شفتها؟ شايفها؟ اه شفتها. طيب اوكي. سو ثاني لما نكمل اللي هي نفس الاستراكشر تاع اس كيو ال صح؟ ممكن اللغه تعطي شوي شوي مبسطه. طب مش في اس كيو ال اي اس كيو ال انجكشن؟ ممكن في دوم كيو ال في دوم كيو ال انجكشن ولو في صفحه كتبتها بجرب ال كوميدي تاعي جات قراتها اليوم طلعت مش كثير ضحك فما حبيت احكي عنها. ف المبدا من الصفحه عملتها انه اي داتا بيز ادمنستريتور بدوره حكي شيء to feel right at home. فهون حكيت I tried my best to bring stuff you most adore from SQL and I thought that injections are must have to make you feel right at home. فاذا بتضيف two dashes بتقدر تعمل بدك اياه بعدين لانه this is the comment you comment the rest of the thing so you can inject things. هو عم يعمل بنك فيها ما بظبط على فكره في ناس بعثوا لي ايميل بدهم يشتغلوا فيها البرودكشن وهم من دوله ما بعرف ايش ما فهموا انه تخويل الموضوع بعثوا لي ايميل بعد شوي سالوني كيف ممكن تستخدموا وبلشوا يستخدموه قلت لهم ماني دخل وضحت لهم الصوره والله عملوا لكم اياه. فشو ما تعمل انترنت تلاقي ناس مهتمه شو ما تعمل. Okay. So نرجع لل problems تاعنا. The editor does not support a new syntax. The editor's syntax highlighting is basically lexer. It's basically tokens. لما تطلع على أي description لل syntax highlighter, بقول لك keyword yellow, punctuation blue. فأنت ما دامك عرفت شو lexer بيعمل, ممكن تروح على editor تاعك. وتضيف الـ new arrow function وتلاقوا انه yellow, blue او pink زي بدك. الشغله الثانيه اللي هي الكود بيس تبعك فيه old function expressions. شو ممكن نعمل؟ ممكن نكتب compiler مصغره بدور بالكود بيس تبعك بس يشوف function بيحوله لـ arrow function. هلا بورجيكم اياها. سؤال؟ تفضل. ممكن يكود مود ممكن تعمل شيء compression للكود ياخذ كيوردز ويصغرهم. ممكن تعمل بكير. ممكن تعمل في مينيفاير اوريدي موجود. بس هلا الكود مود الفرق بينه وبين المينيفاير، مينيفاير بدخل الكود قبل ما يروح للبرودكشن، قبل ما تبعته على اليوزر ديفايس نعمل مينيفاير. كود مود ات اكتس اون ذا سورس كود. بدل ما هو انت يور اكتنج اون ذا كومبايلد كود انت عم بتعدل بالسورس كود. فذيس از غانا بي تشيكت انتو يور ريبوزيتوري. فبدك شيء يعمل كومبريشن عشان بدك شيء يكون ريدبل. فبنقدر نعمل كود مود ترانسفورم. نقدر نمنع اي حدا ثاني يعمل يكتب فانكشن بشكل قديم. فممكن نكتب لينت رول. و اي 7 doesn't support it, we can write a compiler or we can use an open source compiler. فانا هلا حمشي بكل ما حمشي بأول وحده لانها سهله بس حمشي بثانيه وحده ثالث وحده يضل في وقت بمشي برابع وحده. Okay, let's write a quick lint rule. Actually, اختصار الوقت خليني أوريكم شغلة already كتبتها. في project اسمه ESLint. ESLint بيخليك تكتب rules زي ما بدك. فهلا ما دام عرفنا المبدأ tokens والnodes وغيرك
في نود بجافا سكريبت اسمه function expression. لما يشوف function expression بقول له report an error. Please use error functions. That's it. Single line. وانت هيك كتبت لينت رول. اي واحد بالشركه عندك checks in function expression بيطلع له error. You can't check in a function expression. انت هيك وفرت وقت. لو هو بعد pull request او diff او something وصار في حكي back and forth كان حيضيع وقتك وحيضيع وقت الشركه. او هيك بدون خلال اول ما عمل check in الكود حيطلع له الايرور هذا. I'll give you an example. How functions are not the service? IOJS, I think. IOJS. Yes. Okay, and the file is more example.js. في square function. Square بياخذ x وبضربه في حاله وبرجع. ليه ما نكتبه بأرو function؟ ليه نكتبه بطريقة هاي؟ فاز نرجع الشغل نعمله زي هيك ما حيخبط ليش؟ أرو function. Okay. Error. Please use error functions. That's it. That's all you need. مدام فهمنا إيش النودز وإيش الأكسر وإيش هاي الشغلات نقدر بلشنا نبني تولز. الإكزامبل الثاني اللي بدي اللي هي بدنا نكتب ترانسفورمر. هاي أوريدي كمان موجودة. كنت أعملها لايف بس مش عشان كلش خلص وايد. في شاب معي بالتيم سميته ال CCO Code Mod Chief Officer of Facebook لأنه هذا كل ديف ببعته عبارة عن 10,000 لاين 20,000 لاين 50,000 فايل أكثر واحد بعت لي يمكن بيجي له 70,000 فايل و 50,000 لاين إشي زي إشي خرافي ف بيستخدم تول هو عشان يمسك كل شيء ديبريكيتد كل شيء قديم وكل شيء غلط وكل شيء بدنا نصلحه وبحوله للشيء الجديد اللي نعمله فعمل تول اسمها جي اس كود شيفت بتقدر تكتب سكريبت صغيره زي هاي وبتمسك اي سورس فايل وبتقدر تحوله للشيء اللي بدك تحوله هون احنا عم نحاول ايش بنحول فانكشن اكسبريشنز نعملهم ارو اكسبريشنز ارو فانكشنز انت هون يعني بتعمل لاين باي لاين صح؟ يعني ما بتجيب مثلا فانكشن كامل بتروح تبدله بل يمكن تكون اصعب لا فانكشن كامل هلا ال- 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 الفرق بين السترينج بروسيسنج تولز مثلا زي ارك وجريب وهي شغلات الفرق انه هي شغلات وسيد هي شغلات تشتغل على السترينجز احنا ما عم نشتغل على سترينجز احنا بنشتغل على اوبجكتس احنا بنشتغل على الاي اس تي على البار ستريم هاي الفايل تاعنا بدنا نحوله لأرو فانكشن هلا لو اخذ كل فايل اخذ منا 10 دقائق خلينا نحكي بلاش 10 دقائق كثير لو اخذ منا دقيقه كل فايل وعندنا 60,000 فايل فيهم فانكشن زي هيك حياخذ منك 60,000 دقيقه تقسيم 60 1000 ساعه 1000 ساعه كم 30 يوم 100 يوم 800 يوم بس لو حكينا مثلا كم انجينير بتشتغل عليها؟ بتشتغل عليها 100 انجينير 80 بيوم بتخلص فممكن تخلصهم ب 10 دقائق تكتب الفانكشن عندك بتخلصهم ب 10 دقائق تروح لمديرك تطلب منه البونص لانه جد في شركات بتوقف شغلها بتقعد اشهر بتقعد تصلح الكود بيس تاعها ريفاكتوري واحنا بنعرف كيف قصص الستارت ابس اللي بيموتوا من ورا الريفاكتوري فممكن تستخدم تول زي هيك، حمشي فيه بشكل سريع جدا، بيسكلي بمسك كل الفانكشن اكسبريشنز، هاي زي جيكوري من الاي بي اي، بمسك كل الفانكشن اكسبريشنز، بمشي فيهم وحده وحده، I replace it with an error function. الارو فانكشن بعمل create an error function، باخذ البارامترز، باخذ البادي ستيتمنت، هاي شو بتعمل البادي ستيتمنت؟
هاي بتشوف الار فانكشنز في لها طريقتين. ممكن الار فانكشن يكون سنجل اكسبرشن سطر واحد بيرجع بدون ما تكتب ريتيرن، او ممكن يكون مالتي لاين ممكن في عند كيرلي بريسز. فاحنا بهالحاله بدنا نحاول اذا في اكسبرشن واحده بالفانكشن بدنا نحاول نعمل السطر واحد. فخلينا نمشي بالاكزامبل. كل هاي open source؟ open source. كل شيء بنعمله open source. يعني لهلا ما في شيء بنعمله open source. اوكي خلينا نرجع نفتح الفايل تاعنا. ايماكس عشان المقطع اللي نتغير ولا افتحه. اي خلينا الكمبيوتر يعمل الشغل اللي احنا بنعمله. فبعد 100 ثانيه بجوز بطل احنا ضروريين بس. بس حاليا ممكن نعمل اوتوميت للشغلات هاي. انت شغال اي او ولا؟ This is not. No, I'm not. اي اس 6 كيف دخلت اي اس 6 عليه؟ ما I didn't run actually. This code, okay. This code was only transformed. Okay. Yeah. Okay. هلا اخر شيء اللي هو حكينا الـ IE7 doesn't support error functions. في كمان واحد بالتيم تاعي عمل open source project اسمه بابل. بابل بمسك اي كود انت بتكتبه من اي language feature موجوده حاليا او بالمستقبل حتنزل بحول لك اياها لشيء ممكن يفهمه اي browser بالعالم. فهيكتو اسمه بابل. وحتى بابل it's very simple to build. خلينا نشوف كيف ببابل بيحولوا function ل error function. basically غير type. هلا let me step back دقيقة وخلينا نفهم الفرق بين code mode وبين بين compiler. code mode غير source اللي انت بدك تشتغل عليه، غير من اللغة القديمة للغة الجديدة. الكومبايلر عم بغير من اللغه الجديده للغه القديمه. احنا هون الهيومن بينج الانسان بدنا نتعامل مع اللغه الجديده. هون المشين اي 7 بده يتعامل مع اللغه القديمه. فعم نقدر نستخدم تولز جداد من المستقبل. بنفس الوقت عم نقدر تو سبورت البراوزرز والماشينز اللي قدام. فبهي الحاله بدل ما نحول ايرور فانكشن عم نحول بالعكس. نقول نود دوت تايب node اخذنا شوية عن node type function expression that's it. بعدين هلا في لوجيك ثاني بالبرنتر لما يجي يطبعها بيعرف كيف يطبع function expression. سؤال لما جربت قديش كان باقي الاشي هذا يعني قديش شفت باقي في مرات في edge cases الواحد كاتب هاي الشغله بتضبط بس exactly هاي كيف يو تست you write unit tests a lot of unit tests. تكتب unit test. في شغلة حلوة لما تشتغل على الكود إنه تمسك الكود كله اللي اشتغلت عليه وتمره بالبارسر أو تمره بالكمبايلر أو مثلاً تحكي node5.js هذا حيعمله بارس وحيشوف إذا syntax error أو لا. هلا إذا أنت في أشياء مش syntax في أشياء مش syntax unit tests تعمل كتير unit tests. فقبل ما نعمل commit لشيء ضخم زي هيك كل code mod كل في عنده يونت تست. خليني اشوف في السي سي او تاعنا عنده ريبوزيتوري فيها كل الكود مودز. في عنده تاستس مثلا في عنده الارو فانكشن هذا التاست وهي انه بيعمل فيه تستنج. اغلب الوقت التاستس اكثر من هيك في تاست 2 كمان ارو فانكشن ارجيومنت تاست. فكتير كتير تاستس وتاستس are usually cheap to write. ممكن انت في كمان شغله فيسبوك كتير حلوه بنعمله انه قبل ما نطلع ويب سايت للناس نطلعها انترنالي. فاذا شيء ضرب واحد من الموظفين حيشكي لنا. ففي اسبوع زمان بنخرب حياه الموظفين بس بيحكوا لنا بقول بعرف شو عمل اللايك على صوتهم بعدين خربتوا لي الويب سايت بس بتنادر صح. فاذا اشتغل فيسبوك اشتغل انجينير بسيرفيس تاني.
وأعتقد خلص ده شوف. ها في شغلة اللي إحنا عم نعمل فيسبوك هلا هاي شغلات كلها شو نستفيد منها؟ في شغلة ضرورية عملناها اللي هي بالويب في HTML وCSS وجافا سكريبت. طب ليش؟ كل اللغات الثانية يعني ما فيش كل هالعجلة هاي. ليه واحد يتعلم HTML وCSS وجافا سكريبت؟ ليه ما يتعلم دوم كيو ال؟ ويشتغل دوم كيو ال؟ ليه كل هذا؟ كل واحد بفايل، كل واحد القصة، كل واحد بسنتاكس. ففي شغلة عم بتصير عندنا فيسبوك اللي هو بس عم نستخدم جافا سكريبت كل شيء. فنو HTML نو CSS نو نونسنس. اخترعنا لغة اسمها JSX. لما تتعلم كومبايلرز لما تصير تعرف كومبايلرز في مبدا اسمه DSL. DSL هو اللغه جوا لغه ثانيه. فايش عملنا؟ حطينا HTML لغه زي HTML جوا جافا سكريبت. فصرنا نقدر نبني كومبوننتس نبني شغلات زي هيك جوا الجافا سكريبت نفسها. فهلا ما بنضطر نعمل HTML نقدر نستخدم HTML جوا الجافا سكريبت. في شغله ثانيه عملناها انه CSS بطلنا بدنا نستخدم CSS على جنب. في كثير مشاكل في CSS ما بقدر احكي عنه. فيش وقت بتقريبا ساعتين بس اللي صار في عادة كومبوننت HTML5 كومبوننت معظم البيسك HTML elements واللوجيك تاعها صحيح نفس الشيء عم بيعمل HTML كومبوننت عم بوحد كل شيء بس تل لازم تكتب فايل HTML device instance بس بالكومبوننت موجودة يعني الكومبوننت كلها اتجاه بالويب عم بيصير Angular عنده كومبوننت React في كومبوننت بوليمر كومبوننتس ف شيء جديد تعلمنا اللغات صار لها مليون سنه تعمل نفس الشيء ف اللي صار بعد ما وحدنا هاي كل اللغات وعملنا شيء اسمه رياكت صار شيء غريب وصار شيء كثير منيح اللي هو نقدر مش بس نعمل ويب بروجرامز نقدر نعمل نيتف بروجرامز كمان طلعنا بشيء اسمه رياكت نيتف لانه كله جافا سكريبت مسكنا جافا سكريبت هاي حطيناها موبايل ديفايس والموبايل والكتابنا نيتف كود الجافا سكريبت بيطلع مش ضروري يطلع HTML بيطلع شيء نيتف وصرنا نقدر نبني ابلكيشنز نيتف على الفيسبوك فموبايل ابلكيشنز في عملنا موبايل ابلكيشن قبل فتره بدل ما ياخذ سنه وياخذ 20 واحد اخذ 3 اشهر واخذ 5 وعملوا اندرويد واي او اس بنفس الوقت بنفس الكود فالاتجاه اللي عم بيصير هلا بفيسبوك انه الكل عم بيبني باستخدام جافا سكريبت عم نستخدم بس جافا سكريبت ما عم نستخدم كل اللغات وكل العجلات الثانيه وبنقدر نمسك نفس الشيء اللي كتبناه وتارجت مالتيبل بلاتفورمز ف قبل ما انهي حاب احكي لكم انه تعلم على الكومبايلرز اي ريلي ثينك اتس ا سوبر باور ممكن انت كثير يعني نفس الشيء اللي لينكس شيلز اي ثينك اتس اولسو سوبر باور لما تتعلم هاي الشغلات بتصير الشغلات اللي ممكن تاخذ ناس اشهر تاخذك دقائق وفوق هيك لما تصير advanced أكثر بتصير تبني your own tools, your own DSLs, your own code mods. وآخر شيء ممكن تبني لغة داتك. هلا كله عم نعمله هون مثلا flow, JSX, flow is a type checker, flow, JSX, كل هالشغلات. بالآخر عم نطور لغة عم نسويها لغة جديدة فأنت ممكن تطور لغة جديدة ممكن حتى لو اللغة هاي ما مش كثير ناس حبوها ممكن ياخذوا منها أفكار. فخلينا دائما نفكر بطريقه ممكن نحسن حياتنا كانجينيرز احنا بنقضي كثير وقت مع الكود فاهم شيء نفهم الكود واهم شيء اي 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 وقت ممكن توفر على حالك ساعه وتروح تقضيها مع عائلتك او تقضيها تعمل شيء ثاني او تعمل سايد بروجكت ثاني او تعمل ستارت اب او تعمل شيء مور امبيشس ذان يور دي جوب ذن وي شود دو ات شكرا You probably know and you in that space. What's the hold up for transferring JavaScript to LLVM? You know, if that happens, I was thinking. JavaScript is more. They have 2.4 or something. So other than that, JavaScript is more WASM. WASM. WASM, basically assembly in JavaScript. And ASM just. Was never a standard. WASM is a standard that Google and everyone else is on top of. But I'm seeing, you know, everyone can target a subset of JavaScript. My subset can be compiled using LLVM or whatever compiler to native code. When is this going to be difficult enough? Man, difficult, but they're pushing really hard for it. But then Google bit hard, but then to start with.
هاي كمان شغل عن compilers transpilers يعني نقدر نستخدم أي أكثر من اللغات like Python Ruby whatever ف a lot of people are pushing to it في كتير ناس بيكرهوا JavaScript من هم هذا بس أنت ممكن تفكر فيها بطريقة زي كده ممكن مثلاً الشغل زي منها بربلت مثلاً ممكن يصير يعني كتير أسهل ممكن أي واحد يقدر يستخدم أي لغة على الويب من التعليم مش بس في الويب I'm looking at it to replace not just from a script to an actual compiled language يصير عندك أنت native code running from a JavaScript compiled language خلاص يعني we start thinking about performance we start كل هاي الدبيت نخلص منها 100% هلا الطريقة اللي إحنا عم نفكر فيها فيسبوك كل اللي عم تجهله عم نخلي JavaScript type sound language بعدين ال flows type inference لما وصل لمرحلة إنه ال type checker compiler بفهم types ممكن يعمل compile لل JavaScript into lower level JavaScript and V8 can compile it to native code. So this is exactly the goal. Yeah, this is where I think where we're going. I think V8 has a chance to do that. They wrote their own. But hack started from PHP and في يعني دائما لما تبني شيء وتحاول تخليه backwards compatible يكون صعب صعب صعب. في موقع أو عشان تطرح علينا مشان بلش بcompilers نتعلم عليهم. specific courses كمان. في أنا ما أخذت واحد قرأت أكثر من شغله بس في كورسيرا شيء اسمه programming languages course. I think خلص الله بس you can still watch the videos. في books معين كمان. في book اللي هو البوك الرسمي اسمه Dragon Book. Okay. If you Google Dragon Book هو هذا الكتاب الرسمي للcompilers. بس زخم وكتير كتير كبير. في كتاب اسمه Build Your Own Program Language. هاد صراحة كتير بسيط ويعطيك أغلب التولز اللي تستخدمها عشان تتعلمي أكتر. أحسن طريقة تتعلمي إنه تبني لغة زي دونكيو، لأنه لما تبلش بهاي بلش تعمل جوجل سيرش بلش تشوف ريسورسز هاي شغلات، وأنا بفكركم أكثر بريسورسز بعمل بوست على الإيفنت بيج بشوية لينكس وشوية شغلات بتعلمها. شكرا. سؤال كان عن ليكسر، كان اصلا قنوات فيزز على اول فيز على الكورسر وكمان اعطينا على انا ممكن يمكن تشيت كان اول تشيت شو ممكن تعمل؟ ممكن تخلي اللكسر يفهم عربي وكل شيء ثاني تعمل تحاول انجليزي هلا كوفي سكريبت في شيء اسمه ري رايت فيز كوفي سكريبت ذي تشيت از ويل كوفي سكريبت بس كوفي سكريبت في لكسر في ري رايتر بعدين في بارسر But you can plug into the rewriter and translate it into English tokens. Arabic token. For the table, the Arabic and English, to have a translation. شو صار يعمل؟ صار يكتب برامج صار يطبعهم على كاليغرافي. وعلق بالبيت عنده برنامج بالعربي Those projects are really fun والناس تعلم منها كثير. انا تعلمت من اغلب البروجكتس اللي زي هيك فـ I encourage you to do it. بس بالعربي. كل programming language بالعربي بتعملها translate بس بكل x value بكل حرف بتقدر ترجع تترجم بالانجليزي. مشان لو بدك تعملها على ورقة او شيء بتحطها كثير هل انت ممكن تعملها بالكومبايلر مش بالضروره على الران تايم مش بالضروره هلا لما يوصل شيء على البراوزر يكون واصل اوريدي انجليزي فانت بتعمل جوا الكومبايلر قبل ما تطلع الكود. حكيت ذكرت شيء جاس اكنا سكريبت 2013 بلس نو اتش تي ام ال نو سي اس اس هل هذا معناه انه شيء زي جي اس اكس بيكون موجود في Okay. But can not HTML, but gets translated into JavaScript? Basically, it's XML. It's not really HTML. Doesn't have all the properties of HTML. Generate HTML from JavaScript. It generates JavaScript. Okay.
The compiler generates JavaScript. I think that'll work. احنا بنحب نحكي فيسبوك separating this is not separating concerns, this is separating technologies. We don't want to separate technologies. So you can still separate concerns. Could there be data layer, could there be view, could there بس you're separating CSS and HTML with JavaScript, it's separating technologies. إذا بتقرأ الهيستوري تاعها فكرة كثير interesting. It compiles to React, don't create edit. Okay, if you can answer that. Keep it parser get suggestions if there's not a syntax error in certain line. كيف البارسر بيعمل suggestions إذا صار في syntax errors؟ هلا البارسر اللي أنا عامله ما بيعمل suggestions بس بحكي لك إنه unrecognized thing. أنا بكتبهم بالمسج الايرور مسج إذا بدي أعمل suggestion أنا. Basically ممكن تعملي layer between the parser between the user وتعملي زي table تحكي لما يكون هذا الايرور بدي أضيف هاي information. Lookup table. فممكن تعمل lookup table تعمل تضيف أنت information زيادة. بس الحقيقه انه هاي اريا بالكومبايلرز مش كثير ناس عم تفكر فيها. لما كنت اشتغل بكود اكاديمي هاي وحده من المشاكل كثير كنا نفكر فيها انه يعني كيف انت ممكن تعطي warning inexperienced person. يعني اي حدا عمل بروجرام ل بي اتش بي بشوف الايرورز تي اندرسكور مش عارف شو على افري بير يعني حكي فاضي But maybe you can add something to programming languages by making these things better. And في كتير شغل ممكن يصير عليهم. التقنية اللي استخدمتوها في فيسبوك عشان تبنوا الموبايل الأندرويد والآي أو إس هي عبارة عن شو كومبايلد يعني مثلاً أو شو بتفرق عن فون جاب مثلاً؟ بتفرق عن فون جاب إنه بدل فون جاب بحطوا لك براوزر جوا الآب. إحنا إيش معنا؟ بنحط JavaScript Core. JavaScript Core is the JavaScript interpreter من Apple. بنحطه جوا الايفون او الاندرويد وهذا بيطلع كوماندز للنيتيف كتبنا اوبجكتيف سي كود طلع كوماندز للنيتيف بقول له اعمل لي فيو حطه هون اعمل لي تكست حطه هون اعمل لي هذا فزي محرك زي مثلا ممكن تفكر فيها زي نود عباره عن جافا سكريبت لاير اون توب اوف سي بلس بلس لاير صح؟ فبيسكلي الجافا سكريبت لاير محرك للسي بلس بلس نفس الشيء انجن اكس مثلا مكتوب بسي كل هاي احنا طول عمرنا بنعملها على الويب ال اتش تي بي سيرفرز دائما بيكونوا مكتوبين ب لو ليفل تكنولوجي واحنا بنحركها بسكريبتنج حتى بي اتش بي يعني هيك صار كانه جافا سكريبت بدل الاسمبلر ممكن تفكر فيها زي هيك ممكن لانه في كثير لغات عم بتعمل كومبايل للجافا سكريبت ما بعرف تايزن نفس الفكره لانه هو بيستخدموا جافا سكريبت في الويب ابلكيشنز ادور على زمان بيتا سيركفر جافا سكريبت فلقيت بالصدفه موقع مسوي انتربريتر او ديبجر مش عارف يعني بالجنريترز فانت هو كان بيحكي مش في كود كويس اي ممكن اعطي انا توك ثاني اذا ما كنت فكرك لبناني اول شيء بس it's very interesting صراحه هذاك topic لسه بفكر ارجع له اعمل شغلات ثانيه فيه. Basically عملت ديبوجر on top of JavaScript بدل ما تستخدم البراوزر تولز تستخدم JavaScript نفسها حتى تعمل ديبوجر. اوكي. I like iOS with Android. طيب what's stopping like everyone from using React in your opinion? Like startups and everyone like
because they're like doing design work. That's the issue they have, so like, what's stopping them from using this technology? We need to spread the word. I think just spreading the word with Nasia. طبعا مش مش هتاخد على العالم كليا لأن في ناس بيحبوا شغلات تانية. بس I think إن شاء الله أكثر الناس يستخدموها. آخر سؤال. أنو لا الجافا سكريبت في اكثر من فيرجن السؤال انه هل نعتمد على براوزر معين او سبيسيفيكيشن معين في جافا سكريبت 3 اللي هي اغلب البراوزرز اللي من سنه 2000 لهلا بدعموها اي اي 6 اي اي 7 فايرفوكس 3.6 اند كل هاي البراوزرز لسه الناس شوي من الناس تستخدمها For the lowest thing that we can get, so version 3 of JavaScript is what most available compilers are going to compile version 3, and all of the issues of each other. Okay, so I think after we'll talk about it.